الفرح رفت سرايا ودنت بريس الظفره العود خب عطايا الله سوايا وضوى مدينة زايد قصود دار الكرام. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء تتواصل التحديات على أرضية ميدان الظفرة ضمن هذا العرس التراثي الكبير الذي يقام على أرضية هذا الميدان. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما السداد والتوفيق والنجاح لكل المشاركين. انطلقنا وانطلقت آمال الجميع مع هذا الشوط، شوطنا الحادي عشر بهذه الأشواط المميزة مع سن الحقائق والثلاثة الكيلو المترات. نذهب مع شوط القعدان ومقدمة المركز الأول والتحدي والإثارة. الدنقلاوي يتواجد على مقدمة الشوط، سلطان بن سيف بن سهيل الدرعي يقدم لنا هذه الماركة المميزة في هذا العالم الساحر على مقدمة الشوط. بينما نتابع المركز الثاني من وصل في هذه اللحظات والقادم خطاف راشد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، بينما الدخول على ثالث المراكز والتحديات والإثارة حاضرة على أرضية هذا الميدان. حفلان لعبد الله بن مبارك بن قران يتواجد من الجانب الآخر، أو مدلل زايد بن مطر بن مبارك المنصوري، والدخول في هذه الأثناء يتدخل السنافي محمد بن حمد بن عمران الاكتبي والمركز الثالث ودخوله على ثاني المراكز في هذه اللحظات. مشوش علي بن سلطان بن هاشل الاكتبي وصل في المركز الثالث في هذه اللحظات. سياف سعيد بن احمد بن محمد بن فاضل المعمري اشعار بن فاضل يتدخل الى ثالث المراكز. المركز الرابع اشوف العابر قادم في هذه اللحظات، سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي اشعار بن فارس، بينما المركز الخامس وصل الغزال احمد بن محمد بالعوض المنهالي يتابع لنا الغزال. هذه الخمسة المراكز الأوائل والأسامي والشعارات حاضرة في هذا الشوط. تقريبا 76 اسما مشاركا في شوط القعدان في الشوط الحادي عشر من تعداد هذه الأشواط، ولكن البداية والصدارة ومقدمة الشوط مشوش بدأ يشوش على كل المشاركين. على مقدمة الشوط علي بن سلطان بن هاشل، يا بن هاشل الاكتبي يا السلام. بينما المركز الثاني الدخول والقوة يتواجد اشعار سلطان بن سيف بن السهيل الدرعي، والمركز الثالث وصلكم والقادم سياف سيف هنا يتواجد، او اشعار سعيد بن احمد بن محمد بن فاضل المعمري يتدخل في المركز الثالث. اما المركز الرابع شوف الدخول والأسامي تجمعت بهذه التحديات. الله 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 يا سلام. ناصي سهيل بن سالم بن سهيل الأخيالي انطلق بدوره أيضا نحو هذا التحدي. بينما المركز الأول شوف اللي غير النتيجة وقلب الموازين على الصدارة، الغزال إشعار بالعوضي على بداية الشوط، أحمد بن محمد بالعوض المنهالي على المقدمة على الصدارة. بينما المركز الثاني سياف وسعيد بن احمد بن محمد بن فاضل المعمري، وثالث المراكز الفائز علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري في المركز الثالث. المركز الرابع من وصل والقادم في هذه اللحظات، الله الله على نبه يتواجد في رابع المراكز علي بن ناصر بن علي لخيالي في رابع التحديات. والمركز الخامس يا سلام الاسماء بدأت تحضر، حفلان عبد الله بن مبارك بن قران بن راشد المنصوري، ولكن شوف الابداع شوف التحرك شوف الانطلاق على البدايه. في المركز الاول الفايز علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري ابناء جلفار ابناء راس الخيمه، سلام يا اهل السوان سلام يا المسافري سلام. مع هذا الفوز ومع الفايز المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء ايضا جاء فيه اللي هو نبه علي بن ناصر بن علي الخيالي، وثالثا سياف السعيد بن احمد بن محمد بن فاضل المعمري، والمركز الرابع
المركز الرابع مشاهدين الاعزاء سياف الاشعار حمد بن كلبوت بن قرش المزروعي، وخامسا ايضا احتل المركز الخامس ايها الحفل الكريم مشاهدين الاعزاء سياف لسعيد بن سعد بن حمد بن حمرور العامري. هكذا النتيجه كانت للخمس المراكز الاوائل. شهدنا التحدي والاثاره ابناء السوان ابناء جلفار مع اشعار ايضا المسافري من قدم لنا هذه العروض الكبيره والمميزه. 4 دقائق و33 ثانية وثمان اجزاء من الثانية. السلام يا المسافري، سلام على هذا الفوز والانتصار علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري. بينما المركز الثاني التوقيت الزمني 4 دقائق و34 خمس اجزاء من الثانية. التهنئة موصولة كذلك لعلي بن ناصر بن علي الخيلي. والمركز الثالث 4 دقائق 35 أو 4 دقائق 35 وست أجزاء من الثانية سياف لسعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري. بينما المركز الرابع مشاهدين الأعزاء نشاهد في هذه اللحظات هذا الدخول ما شاء الله. 4 دقائق و36 ثمان أجزاء من الثانية. سياف بالفعل قدم مستوى كبير. سعيد بن سعد بن حمرور العامري. أما المركز الخامس 4 دقائق 36 و8 أجزاء من الثانية. التهنئة موصولة كذلك لإشعار حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي من خلال وصول سياف في خامس المراكز. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المنظر الكبير يدل على قوة المبارزة والتحدي والمنافسة على أرضية ميدان الظفرة. تهانينا والناموس للجميع.